ما بين لسان حال المواطن الذي يقول نحن أهل النفط وأيضا لا نجد ما يسعنا وكمية مناسبة، وما بين من يقر بأنها مجرد إشاعات وأنه يجب محاولة عدم إحداث مثل هكذا لبس في هذا الداخل وتحديدا في المحافظات. أنتم حضراتكم مديرية أعلام وأيضا بالتأكيد لديكم الصلاحيات والتفاصيل الدقيقة، فلو تطلعونا إن كانت هنالك أزمة أو إن كانت هنالك إشاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. شركة توزيع المنتجات النفطية باعتبارها يعني الذراع التسويقي للمشتقات النفطية لوزارة النفط، وهي الجهة المسؤولة عن إيصال المشتقات النفطية لكل من يحتاج للمشتقات النفطية، إن كان على مستوى المواطن أو حتى على مستوى المؤسسات والشركات والقطاع الخاص. مع ارتفاع درجات الحرارة دائما تزداد عمليات طلبات السلامة وإجراءات السلامة، هذا نوعا ما يعرقل أو يعيق حركة المنتوجات النفطية في فترة من أوقات اليوم. يعني هناك مثلا ارتفاع لدرجات الحرارة في أوقات معينة يتوقف على ضوءها مثلا التحميل، وهذا يستصحبها الكثير من إجراءات السلامة على مستوى التحميل وعلى مستوى التفريغ وحتى على مستوى تزود المواطن بالمشتقات النفطية. لكن الإجراء اللي اتخذ خلال يومين الماضيين هو رفع أو فتح سقف الزمني لتحميل المشتقات النفطية على مدار اليوم 24 ساعة. بينت عندنا مثلا هناك طوابير في أكثر من محافظة، لكن هذه الطوابير يعني ليست مرتبطة بنقص بالمنتوج وإنما بآلية وصول المنتوج، وفي اليومين الماضيين تحديدا اليوم يعني لم نسجل حالة اكتظاظ على محطات تعبئة الوقود، والأمور تجري بانسيابية عالية في الساعات الماضية، وفي طريق هالموضوع يعني في طريقه إلى الزوال في الأيام القادمة.